للمزيد حول الاتفاق الذي أبرمته حكومة الكاظمي مع طهران لاستيراد الكهرباء مدة عامين جديدين وتبعات ذلك في علاقة بغداد بواشنطن قبيل الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى أمريكا وفتح الحوار الاستراتيجي مع إدارتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام، بداية أهلا بك. اتفاق استيراد الكهرباء من إيران والمزمع أن يمتد مدة عامين قادمين، كيف تنظر إليه في ظل الوضع الاقتصادي المنهار أصلا والذي يعيشه العراق حاليا؟ يعني تحية لكم وللأخوات والإخوة. أنا في حقيقة ثبت حقيقة الإيرانيون قالوا بأنهم يتفقون مع بغداد، أنا شخصيا لم أطلع على تأكيد عراقي. وإذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة على السياسة في العراق، أنا استبعد جدا أن تقوم حكومة الكاظمي في هذه الفترة بالذات بالإقدام على مثل هذه الخطوة. كما نعلم في الأسبوع المقبل هناك سلسلة من الاجتماعات على مستوى عالي بين الأمريكان والعراقيين للبحث، كما يقول العراقيون يقولون أنها تختص بسحب القوات الأمريكية أو تحجيم دورها، بينما الأمريكيون يتحدثون عن اتفاقيات استراتيجية. لكن سيد عبد السلام، مصادر عديدة أكدت صحة هذا الخبر والذي تناولته الكثير من وسائل الإعلام أيضا. نعم، نقلا عن مصادر إيرانية. نعم، لنترك هذا الجدل، لنفترض أن هذا حدث. أنا أعتقد أولا كما نعرف الإيرانيين، أنا شخصيا أصر على، لأني لم أطلع على التأكيد، أن هذا سعي لتخريب اللقاءات المرتقبة التي أشرت إليها. الشيء الثاني، نحن نعرف قبل أسابيع كانت هناك محاولات جدية من قبل الأمريكان لتمهيد الجو أمام الاتحاد الأوروبي والسعوديين والإمارات لأن يزودوا العراق بحاجته إلى الكهرباء والغاز. وكما هو معروف أن إيران تأخذ أسعار ربما تصل إلى أكثر من ضعف الأسعار التي يمكن أن تقدمها السعودية، لأن طيب السيد عبد السلام، السيد عبد السلام يقولون. نعم، دعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا السؤال ونذهب إلى آخر لضيق الوقت لو سمحت. يعني المحللون يقولون إن قطاع الكهرباء والغاز المصدر من إيران إلى العراق، يقولون إنه يمثل شريان الحياة لطهران المرهقة حاليا من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. لماذا تدخل الحكومة في بغداد برأيك مربع العقوبات الأمريكية؟ ألا يعد ذلك تحديا منها لأمريكا؟ أرجع إلى موقفي عن هذا. أنا بالذات لهذا السبب أنا لا أعتقد أن الكاظمي سيقوم بهذه الخطوة. الكاظمي حرص على أن يحفظ نفسه بأنه مقبول من قبل الأمريكان وبأنه سيبدأ مسار إنقاذ العراق من الاعتماد الكلي على إيران. هذه كلها مؤشرات تعطيني الحق في أن أقول بأنه لن يقوم على مثل هذا بهذا الإجراء. يعني إذا حدث ذلك فهذا انتحار كامل للكاظمي. الآن صحيفة ذا ناشونال في تقرير لها تقول إن العراق يتجه للاقتراض من المؤسسات الدولية ليسد عجز الموازنة. ما الذي يدفع العراق للاقتراض حتى يتمم صفقة الكهرباء وفي نفس الوقت يضع نفسه تحت تهديد العقوبات الأمريكية بعد رفع الأخيرة الاستثناءات الممنوحة لها من التعامل الاقتصادي مع إيران؟ لماذا الاقتراض من الخارج؟ أنا أعتقد هذا أيضا تأكيد على أن هذه الخطوة مع إيران لن تنجز. لاحظ، العراق كان لديه 800,000 موظف في 2003، الآن لهم ما يعادل 8 مليون. لذلك الميزانية العراقية أكثر من 80% تذهب إلى الذين يستلمون رواتب شهريا. هذا يدخل كاهل الميزانية العراقية. إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا الانخفاض الهائل في سعر النفط وجمود الأسواق، العراق كما يقول أكثر من نائب وبعض المسؤولين أيضا عاجز بعد شهرين عن دفع هذه المرتبات. وهذه مسألة حيوية، يعني إضافة إلى كل مشاكل العراقية 8 ملايين شخص، بمعنى 8 ملايين عائلة عراقية تعتمد كليا على المرتب الشهري.
لذلك العراق مجبر على أن يقوم بخطوات قد تكون لها آثار على المدى البعيد خطيرة على حتى على العملة العراقية. يعني نعم. الاقتراض من البنك المركزي هو قتل للدينار العراقي، لذلك يلجأ إلى الأسواق العالمية. نعم، طيب الآن الإدارة كما نعرف لن تسمح لهم بالإقرار بالإيران. نعم. وإذا لن تقرضهم. الآن الإدارة الأمريكية تقول إن على العراق أن يتصرف كدولة ذات سيادة فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي المزمع إقامته بين بغداد وواشنطن. باعتقادكم، هل أمريكا متشككة حاليا من إدارة ملف علاقاتها مع العراق في ظل وجود إيران كطرف لا. ثاني؟ لا، هي متشككة من قدرة العراق أن يخرج من تأثير الإيراني الذي أخدمت إيران على حياكة نسيجه بذكاء وبهدوء، خاصة وجود الحشد الشعبي والأطراف الموالية لإيران فيه والتي تعلن بصراحة ولاءها للفقيه في طهران لا للعراق. لذلك أمريكا في هذه المحاولة تقدم إجراءات كثيرة للعراقيين، أعتقد أنها بالذات لكي تتغلب على هذا الشك ولكي تقوي مركز الحكومة الجديدة والكاظمي، لأن الناس تريد الماء، تريد كهرباء. نعم. تريد مرتب. من أربيل كنت معنا. هي محقة في الشك. من أربيل. نعم. كنت معنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا.